تحب تكون عازم ولا معزوم؟ يمكن أغرب وأحلى فكرة مطعم بحياتك. هني في وسط البلد في عمان الأردن، ربنا كريم ما في أكرم منه. أول ما توصل يسألونك تبي تكون عازم أو معزوم. لما تقول عازم تدفع مبلغ بسيط تعزم فيه شخص ما تعرفه. شخص عازم بيجي بيشتري تكت مثل هذا تقريبا قيمته دينار، هو عبارة عن سندويشتين أو ثلاث مع كاسة شاي مع كاسة مي. لما تقول معزوم من هو الشخص المعزوم؟ هو شخص محتاج في الدنيا لكن عنده عزة نفس، ما بسمح لنفسه انه يمد ايده للناس. الله يديك العافية، الله يبارك فيك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. والله طيبين، والله نشامة، والله نشامة، والله نشامة. هي الفكرة الحلوة ان المحتاجين يجون وياكلون بلاش لانهم معزومين. مطعم للشعب الاردني، يملكه الشعب الاردني وعشان كل الناس. احنا متطوعين تقريبا، عددنا حاليا 70 متطوع. هاي من الدنمارك امس وتقول سمعت عن المطعم على طول ييت ابي اعزم. جرب تعزم احد على وجهه. امنت ان الناس للناس وتلك قناعتي. نحن فقراء يا رب وانت الغني يا الله.